سوف نتعرف الآن على المعالجات المحاسبية الأخرى المرتبطة بالأمر الإنتاجي. هناك معالجات محاسبية ترتبط بالأمر الإنتاجي، ومن أهمها مخلفات التشغيل التي تنشأ عن عمليات التشغيل، أيضا الوحدات المعيبة أيضا التي تنشأ عن عمليات التشغيل، والإنتاج التالف والوقت الضايع في إنتاج الأوامر الإنتاجية. سوف نتعرف على كل واحد من هؤلاء، سواء مخلفات التشغيل أو الوحدات المعيبة أو الإنتاج التالف أو الوقت الضايع. أولا سوف نبدأ بمخلفات التشغيل. نقصد بمخلفات التشغيل إن طبيعة العملية الإنتاجية لابد أن يكون هناك مخلفات تشغيل. فمثلا إذا تم استلام أمر إنتاجي لإنتاج طاولات خشب، فإن المخلفات التشغيل تتمثل عندما يتم نشر تلك الخشب، فإن هذه تعتبر مخلفات التشغيل. فأحيانا يتم بيع هذه المخلفات وبالتالي تخفض بالأمر الإنتاجي. فنلاحظ أن المخلفات التشغيل إذا كانت قيمة المخلفات كبيرة، يعني القيمة البيعية لتلك المخلفات بمبلغ كبير، وهذا المبلغ يحدده مدير المنشأة أو يحدده المدير الإنتاجي. إذا كانت قيمة المخلفات أيضا صغيرة، كيف تتم المعالجة المحاسبية إذا كانت قيمة المخلفات كبيرة أو إذا كانت قيمة المخلفات صغيرة؟ في حالة إذا كانت قيمة المخلفات كبيرة، فإنه سوف يتم بات بيع مخلفات التشغيل، أي عندما يتم بيع هذه المخلفات فإن حساب الصندوق وهو أصم الأصول سوف يزداد، بالتالي سوف يظهر لي في الطرف المدين، فيكون القيد المحاسبي من حساب الصندوق أو البنك إلى حساب مراقبة مخازن مخلفات التشغيل، إثبات بيع مخلفات التشغيل. القيد المحاسبي الآخر وهو يتم تخفيض مراقبة الإنتاج، إنتاج تحت التشغيل أو إنتاج الأوامر تحت التشغيل بالقيمة البيعية لمخلفات التشغيل. فنقول من حساب مراقبة مخازن مخلفات تشغيل الأوامر الإنتاجية إلى حساب مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل بالقيمة البيعية. أما إذا كانت قيمة المخلفات صغيرة، فإن القيد المحاسبي يكون كالتالي: من حساب مراقبة مخازن مخلفات تشغيل الأوامر الإنتاجية إلى حساب الأرباح والخسائر، أي أنها تعتبر بمثابة إيرادات عرضية للمنشأة. نلاحظ في المثال الذي أمامنا، تبع الشركة الكويتية صناعية تكاليف الأوامر، أعطانا أن هناك قيمة بيعية كبيرة، وقلنا أن القيمة البيعية الكبيرة يتم تحديدها من قبل سياسة المنشأة. بيعت هذه المخلفات بمبلغ 20,000 ريال نقدا، أي أنه تم دخول إلى حساب صندوق المنشأة 20,000 ريال. طلب إجراء قيود اليومية اللازمة لمخلفات التشغيل في 28/1/2012. نلاحظ أن القيد المحاسبي أولا يتم إثبات استلام قيمة الفلوس، أي قيمة النقد، فيظهر حساب الصندوق مدين بمبلغ 20,000 ريال، أي سوف يزداد حساب الصندوق بقيمة المخلفات، ويظهر حساب مراقبة مخازن مخلفات التشغيل في الطرف الدائن، فبالتالي يكون القيد المحاسبي من حساب الصندوق إلى حساب مراقبة مخلفات التشغيل. القيد الآخر يتم إثبات مراقبة مخازن مخلفات التشغيل أو يتم إقفالها. ظهرت في القيد الأول دائنة بمبلغ 20,000 ريال، والآن سوف يتم إقفالها وتخفيض تكلفة الأمر الإنتاجي تحت التشغيل، فيكون القيد المحاسبي من حساب مراقبة مخازن مخلفات التشغيل إلى حساب مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل. إذا تعرفنا أن المعالجات المحاسبية المتعلقة بمخلفات التشغيل إذا كان المبلغ كبير أو إذا كان المبلغ صغير. إذا كان المبلغ كبير يتم مباشرة استلام القيمة ويتم تحميل المبلغ على الأوامر تحت التشغيل. أما إذا كان المخلفات صغيرة فإن القيمة البيعية سوف تظهر في حساب الأرباح والخسائر بمثابة إيرادات عرضية. الحالة الأخرى المرتبطة بالأوامر الإنتاجية وهي الوحدات المعيبة. لابد طبيعة الأمر الإنتاجي أن توجد هناك وحدات معيبة تحتاج إلى تكاليف إضافية لتصبح إنتاج تام الصنع، وبالتالي لابد يتم إعادة تشغيل هذه الوحدات حتى تصبح وحدات تامة الصنع، وبالتالي لابد أنه يتم تحميل الأمر الإنتاجي تحت التشغيل
بالمواد ومراقبة الأجور والمصاريف وكل المصاريف الإضافية التي سوف تدفع على مراقبة الإنتاج الأوامر تحت التشغيل. وبالتالي سوف يكون القيد المحاسبي من حساب مراقبة إنتاج الأوامر تحت التشغيل إلى مذكورين قلنا كل التكاليف التي تم دفعها على مراقبة الإنتاج تحت التشغيل، أي التي دفعت على الوحدات المعيبة لتصبح وحدات تامة الصنع. ومن ثم يتم إخفال القيد المحاسبي السابق في حساب مراقبة الإنتاج التام، أي أن تصبح الوحدات المعيبة وحدات تامة بعدما تم إعادة تشغيلها.